النداغة وخد الجميل والعسلية ونبوت الخفير كلها من حاجات المصرية التراثية الشعبية اللي مفيش حد يعرف يعملها إلا المصريين بس. هو ده خد الجميل ده عامل موز وده عامل حاجات دين كلنا برضو كنا بناكل. انت فاكر انا مش صنايعي؟ انت صنايعي يا باشا. صنايعي يا باشا احسن مننا يا باشا. ربنا يكرمك. تعرف زمان واحنا عيال صغيرين كنا بنشوف بتاع العسلية فبنيجي في الاخر حتة الحديدة اللي فوق دي ها نفضل أيوة نعمل فيها ايه بقى؟ نفضل نجري عليها ونفضل نكسر فيها عشان ناخد العسليه بتاعتها. انا روحت بقى عند بولاق الدكرون عند كوبري الخشب لقيت الراجل المحترم واقف بيعملها وقلت الله الريحه ضربه في كل مكان. فضل يقلب شمال ويمين كده لغايه لما هوبا رفعها وحطها على المسمار. كلنا كنا بنجري ورا المسمار دول ونفضل نلحس في العسليه الجميله دي. شغل عالي قوي وحاجه جميله جدا لما بتلاقي حد بيعمل شغل تراثي مصري. كل الشكر كل الاحترام لاهل بولاقة الدكرور ومن فارس وكل شارع نهر. هي كنا نعملها كحكه. بصوا منظر الكحكه ده كنا بنعمله انا متعود املي عليه واسيبها بقى لغايه لما تنشف. كنت اروح بيها لامي الله يرحمها ويغفر لها وسامحها هي وخالتي الله يرحمها. اروح بقى راح اقول لهم بصوا انا عملت لكم ايه هو ده اللي انا جبته. بسم الله. انت كده بقى تفضل تشتغل عليها على طول لغايه لما تبيض. تشتغل عليها هي لونها دلوقتي تشوف لونها شكله ايه؟ اه كل مدى ايه تجيب اللون بتاعها. اه سبحان الله. تفضل انت بقى كده على طول ورا بعض صح؟ اه يعني انت مثلا مش ما ينفعش تريح فيها. لا ما ينفعش هي كده لسه سايبه مش ماسكه نفسيها. اه ده بقى دقيق انت لازم تستخدم الدقيق. اه ده حاجه بسيطه يعني عشان ايه ان هي ما تلزقش في ده وانا شغال. بس اقول لك على حاجه انا طول عمري ايه انت شوف بتاع العسليه وهو شغال ابقى كده عايز اجري عليه بالمقص ضارب ايدي وراح واخد الحته دي كده وراح واكلها على طول. طول عمري انا بحلم بدون. عايزك تعالي حلم بالله عليك. جايب لك حته بس لسه دي. ايوه انت ثانيه واحده تاخدها طريقه اجيب لك حته طريقه دلوقتي. السمسم بتحط في الاواخر طبعا. السمسم مرحله السمسم في الاخر. لكن انت ما فكرتش تحط جوه العسليه دي اي مكسرات؟ نعم بنحط فيها مكسرات وهي شغاله كده. لا بعد ما انزلها ممكن نحط فيها مكسرات. لكن لا وانت بتعجنها ما ينفعش. بعد ما انزل العجينه كده اه افتحها واحط في قلبها مكسرات واقفلها تاني واطلعها صوابع واقطعها. في هي فعلا بص بتبيض. هو ده أيوة. بتبيض عشان انت تفضل تمط فيها على طول. ايوه ما يجيب لونها الاساسي بقى. تعرف زمان واحنا عيال صغيرين كنا بنشوف بتاع العسليه فبنيجي في الاخر حته الحديده اللي فوق دي ها نفضل أيوة. نعمل فيها ايه بقى؟ نفضل نجري عليها ونفضل نكسر فيها عشان ناخد العسليه بتاعتها. هو بيبقى شابك حته مكان المسمار كده. اه دي كانت بتبقى بالنسبه لنا حاجه جميله جدا. يعني مثلا الكيس انا شايفك هنا مثلا الكيس دون ده في حدود كام مثلا؟ ده مثلا 2 جنيه مثلا. ده ب 2 جنيه واللي هناك ده زيه برضه ب 2 جنيه والصوابع الصوابع مثلا 3 جنيه 2 ونص على حسب ما بنعملها. يعني في كميات كبيره وفي كميات صغيره. بس انا هنا اقول لك على حاجه يعني انا شايف هنا العسليه بسم الله ما شاء الله الصباع مليان. اه ولا وكتم يعني شغل مش مخروم مش مفتوح. اه فعلا يعني بصوا حضراتكم انا عايز اوريكم حاجه. العسليه هنا زي ما هو قال لي فعلا مكتومه. يعني ايه مكتومه؟ يعني حته العسليه كده هو لما تيجي تفتحوها من هنا تلاقوها تقيله تتكسر. بصوا كده هتلاقوا منظرها من جوه مقفول ما فيهوش مش مفرغه. طب التفريغ ده بيبقى نتيجه ايه اصلا؟ التفريغ ده بيبقى شغل المصنع بيبقى يعني محطوط على شغل بقى مكن وبتاع. اه فبتبقى داخل بيخش في المكنه بيخش في المكنه كده زي صباح طويل كده وبيقصقصوه اه في المكن فبيطلع اللي هو ايه بيطلع اللي هو بتاع المصانع اللي بيبقى متعب وبيبيع في الطريق ده. لكن انت بتعملها مدككها. ده شغل بلدي. يعني هنقول ان الواحده من الكيس من ده بمقام كيسين من اللي هو بيتكلم عليه يعتبر في المصنع. لان هي دي تقيله الثانيه بتبقى خفيفه وبتبقى رفيعه. اهم حاجه الطعم بقى والطعم مختلف. ده اهم حاجه الطعم طبعا. انا عمال اكل وانت بتكلمني شكلي كده خلصت الدايت باص. يعني انت تفضل تشد كده لغايه لما تجيب اخرها معاك. اه عشان كل ما تشد كده وتظبط تعرف انت ليه تقطعها وتطلع منها ايه صوابع.
انت بتعمل منها الساده والسمسم بس؟ اه ساده وسمسم. مفيش بقى منها بالسوداني والحاجات دي؟ لا انا بعمل بالسوداني بس حاليا دلوقتي مش بنعمل، لان هو المطلوب معانا الساده اكتر حاجه، ان هي اسمها الندغه بتاعت زمان. انا عارف الندغه اللي هي الناس الكبيره بتبقى عارفاها. بس اقول لك على حاجه، انا ساعات بشوف واحده كده من جوه بتبقى مفرغه مدوره، بحس ان هي ده بيبقى قالب ولا ده بيبقى ايه؟ لا اللي من جوه دي دي. استنى بس اقول لك على حاجه، الحته دي كان طول عمري افضل اعمل كده، ادور عليها ونفضل نكسر كده فيها انا واصحابي. كان عندنا زمان في شارع فاضي الوسطاني في شبرا، كان في واحد عندنا بتاع عسليه، فكنا نجري على دي ونفضل نشعبك كده لغايه لما نطلعها وناكلها. كان بيبقى طعمها جميل جدا، ونستنى لغايه لما يقفل ونجري عليه ونفضل نشعبك كم مسمار كده طويل. لا بس بصراحه انت راجل فنان. تسلم يا باشا. دلوقتي بقى على قدنا كده. طعمها طعمها حلو. ندغه. العسليه حلوه. الناس اللي بتاعت زمان، الناس القديمه دي تسال عليها مخصوص، تعرف اذا كانت هي الندغه او عسليه العاديه. لا مش عارف. بس هي لا طعم. الطعم باين. بص بقى هو يفضل يشد كده. يا سلام بتدوب في ايده. الله. تطلع كده صور. نقول لها حاجه، احنا عندنا واحد هوبا، كان عندنا واحد نروح نشتري منه دي كده وهي طريه. بصوا الجمال. ما يبقى كان يجي بقى ايه نعمل ايه نشبهها كده اشكال. كنا نعملها زي التعبان، كنا نعمل كده هو اللي هو الايه العقده، وبعد كده نعمل كده بقى شكل. تمام. طلع منها اشكالات، نطلع منها اشكال كتير. نعملها كده ونعملها كده، كان تبقى شكلها كده جنزير، ونشيلها بقى كده اهو. هي كنا نعملها كحكه. بصوا منظر الكحكه ده كنا بنعمله، انا متعود تملي عليه واسيبها بقى لغايه لما تنشف. كنت اروح بيها لامي الله يرحمها ويغفر لها وسامحها، هي وخالتي الله يرحمها، اروح بقى راح اقول لهم بصوا انا عملت لكم ايه، هو ده اللي انا جبته. انت رجعتني ايام جميله. ايام الجميله. احنا ده كوبري ده بيودينا على فين؟ كوبري ده اسمه كوبري الخشب. كوبري الخشب. يعديك على الجنب الثاني بقى بولاق دكرور وكده. وعايز تروح صفت اللبن برضه فيه من هنا. يوديك من هنا. في موقف قدام في الجنب الثاني كده. هنا من مقار صح؟ هنا مقار. يعني الناحيه دي كده حضراتكم هنيجي من مقار من هنا ونخش على طول كده رايحين كوبري الخشب، هنلاقي ايهاب الراجل المحترم واقف هنا. ودي بياخدوا من عنده العسليه سخنه. واكيد طبعا من المتابعين المحترمين هم اللي هيقولوا كان كل واحد بياكل عسليه وبيعمل زي كده يقطعها من المسمار يبقى يقول لي مين هو ومن انهي منطقه. هتلاقي ناس كتير جدا، حتى هتلاقي ناس يعني بص يعني يقول لك ياه العسليه دي. العسليه دي من 30 سنه. لا رقم من كده. هقطعها نبتدئ بقى انا ايه اقطعها بالمقص. طلع منها الكور الصغيره دي. أيوه. طلع منها الصغيره. جزاك الله شرف يا حاج. ربنا يخليكم. ده الشباب زي المحترم. ودي بقى الحاجات انا بوريها لكم عشان احنا واحنا صغيرين زيكم كده كنا بنيجي نروح لبتاع العسليه. دلوقتي نصبر شويه هتدوقوا كلكم. اصبر يا باشا. خدت فين؟ خدت ده بكام دون؟ 2 جنيه بس. 2 جنيه. راجل محترم. بسم الله ما شاء الله. الناس هي كلها هي جايه هي تتفرج وهتشتري، والراجل هو سايب شغله من عند الحسين. انت عند الحسين؟ كبده الحسين؟ اجدع ناس يا باشا، المعلم بتاعك هيظبطك. بص بقى ثانيه واحده التقطيع اهو. اوبا الفنان اوعى ايدك كده بقى وريني ايدك عشان تتفرج. ايوه ايوه ظبط. نطلع نبتدي نطلع الصوابع. طلع بقى. ايوه 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 تمام. فنان 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 وربنا. شيل لي ايدك بقى كده عشان عايز اتفرج بالمقص كده وانت بتقص. ابعد لك ولا شغال. ايوه 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 هوب هوبا. انت العسليه ده راجل طيب. العسليه عنده تتاكل لوحدها، اللي ما يفكرش ياكل عسليه ما يجيش هنا تاني. طب السمسم هتحط ايه دلوقتي؟ عايز تاكل عسليه؟ خد يا باشا بدالك يا باشا. عايز ايه تاني؟ خد يا باشا اتفضل. وانت كمان عايز انت عشان تخين انت طلع فيهم خد حط الحاجه فيهم عشان هو طويل شويه. ربنا يكرمك. هات يا باشا كيس. فين ابو 2 جنيه هنا؟ فين انا يا باشا؟ خد يا باشا ابو 2 جنيه اهو. يا باشا فينا يا باشا. يا باشا ربنا يزيدك. هو ده خد الجميل، بيعمل موز وتعمل حاجات دين. كلنا برضو كنا بناكل على حاجه كده. هو لما تاكل الكيس كده وتطلع جنيه ده شغله ايه؟ شغله ان شاء الله بقى اروح مصنع يكون بيصنع دوت. بس خد الجميل ده
ريحة الموز كده. الشباب دلوقتي مسميهم مارشميلو، ده مارشميلو بتاعنا احنا مش بتاعكم بنتو. اهم حاجه الناس اللي واقفه دي كلها والله اكبر هتشتروا يعني هتشتروا. اهم الراجل اشتغل اهو، الراجل المحترم اشتغل. كان اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. من انهي منطقه يا محمد؟ من عابدين. ايه ده من عندنا من منطقه. اجدع سلام لعابدين والمناصره وباب الخلق والسيده عيسى وكل عيسى. حبيب قلبي يا حماده. احنا شغالين بعسل، عسل اسمر نجا حمادي، ده الطعم الاصلي بقى. انت دلوقتي كده هتحط كله عشان البتاع ولا ده بس؟ لا لو عايز كله عادي، عايزين احنا عايزين نعمل لكم بس ايه، نوريكم فكره السمسم ماشي شكلها ايه، نعملها لكم كلها سمسم. قلت هنا كده على بص كده يا عم. ايوه هو هنا اتحط، وبعد كده هو اللي هنحط عليه عسل، وبعد كده احط لها عسل اهو، بعد كده السمسم، وبعد كده السمسم. لكن ده ما يتباعش بالكيلو؟ عادي يتباع بالكيلو. الكيلو بكام؟ هو بيتباع بالكيلو، احنا كنا بنبيع الكيلو يعني 45. انت هتحط هنا، هتحط الشعر ده دلوقتي هنا؟ هنحط هنا ايه سمسم تاني على ده. سمسم، حط السمسم. عاملين سمسم. بص كده السمسم اهو، هنحط هنا السمسم، طلع السمسم يا باشا. ايوه. وبعد كده هو فاضي، جيب باين اهو. صح؟ صح كده. هنرمي بقى فين العسل؟ هنا ولا هنا؟ العسل هنا. هو اصول العسل يبقى هنا، لانه لو اتحط هنا هيبوظ. لا هنا. ايوه على كده يا باشا، انزل. الله اكبر، انزل انزل بالعسل. انزل يا جمال العسل، انزل. اقول له عايز عايزين تاكلوا ولا ايه؟ هو كلهم هيجوا هنا؟ الجمهور متفرج. الجمهور اهو افرجكم كله. بص بسم الله ما شاء الله، الولد الطبيب ابو كاسكيت. انا اسمك ايه يا روحي؟ انت ابو كاسكيت، بص لي اسمك ايه؟ في مدرسه ايه يا عبد الله؟ اهلا وسهلا حبيبي. بص بقى. ايوه 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 كده يا علي. ايوه 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 لا استنى لسه حاضر. احنا هنقلب احنا عندك. هنقلب هنا؟ قلبنا هنا تاخد العسل. ايوه صح. فيها ياخد. انا ياخد العسل بقى. هات كده يا باشا اهو العسل اهو. الله اكبر، العسليه والعسل. يلا يا باشا اهو طلع تاني. فين بقى كده؟ فين فين فين؟ اوعى انت فاكر ان انا مش صنايعي؟ انت صنايعي يا باشا. صنايعي يا باشا، صنايعي احسن مننا يا باشا. ربنا يكرمك والله. ربنا يكرمك يا باشا، ربنا يزيدك يا باشا. انا هخسرك بتاع دول يا باشا ولا يهمك يا باشا. الله يرزقك على الارض كده تيجي معايا. انا كنت بقى هقول عسير، هقول لك عسير. انا كنت بشتغل في العسليه دي اصلا عند عم عوض بتاع العسليه اللي عندنا في شارع فاضل الوسطاني. عشان كده انا بفهم فيها. انت كده فاهم بقى يا باشا الدنيا بقى. ربنا يزيدك ويفتحها عليك. هو كده بقى خلاص صح كده خلاص بقى. نسيبها لما ايه تشد مع نفسها. هترمي على هترمي تاني والكيس ولا بعد كده الكيس؟ بعد كده هنكيس بقى ان شاء الله. بس اقول لك على حاجه. اتفضل يا باشا. اللي عايز يجي له السكر يعني لا 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 يجي له العسل. اللي عايز يجي له العسل. اللي عايز يكسر سنانه يبقى يجي له. يعني بصراحه تسلم ايدك يا باشا. ربنا يخليك. ربنا يكرمك، ربنا يزيدك وسلام لكل الناس المحترمه. الناس دي بتتابعني ولا ما فيش حد بيتابعني؟ حبيب قلبي يا رجاله. ربنا يزيدك. بصوا بقى انا عازمكم. فين بقى كده؟ خد يا باشا، ده ليك. خد يا باشا، مش انت متابع؟ خد يا باشا، مش انت متابع بقى؟ انت ما تاخدش من ايدك تانيه. لا استنى يا باشا، العيال الصغيره، العيال الصغيره. انت عايز من ده؟ خد خد. انت مش خدت؟ ما تكذبش على نفسك. خد يا باشا، خد يا باشا. بس في حد تاني؟ مين ما خدش؟ انت حي الواحد، انت البلد كلها متابعه يا باشا. انا بدا انت هتخلص النهارده خلي بالك. عايز ازود ده؟ انا عايز اتفرج عليك بس. ربنا يخليك، انا عارفك حبيبي. انا من عابدين. ايوه سنسلم. تسلم ايدك. حد انا ما خدش يا رجاله؟ خلاص في حد ما خدش تاني؟ قول يا باشا. بس انت سنينك واقعه مش مشكله. هو ده اللي احنا بنقوله. الراجل ده محترم دهون، ايهاب اخلاق وبيعمل حاجه تبسطنا. ربنا يكرمك يا باشا. الشباب استمتعوا وانا اتشرفت بيهم. رجاله ابو لا يعني رجاله محترمين صح ولا لا؟ انت مدرستي ايه؟ تحرير. وانت مدرستي ايه؟ تحرير. احنا
التحرير. كلكم في التحرير؟ عربي ولا انجليزي؟ عربي وانجليزي. تعرف يعني ايه اوكي؟ اوكي يعني عسل ماشي. هو ده الشغل. حبايبي كل سنه وانتم طيبين. شكرا.